انا عاوتاني جيت محتوى جديد ولايفات جداد وكل شيء جديد هنايا. اي حاجه بغيتوها غتكتبوها ليا هنايا في الليسته واحد، واي حاجه بغيتو تصور خليوها ليا في الواتساب 06 67 99 66 66. سيروا للمحتوى الابروبو غتلقاو نمرة التليفون باش ما تلفش لكم 06 67 99 66. الا كان شي شونتي شي واحد غيصور تصور شي شونتي، ولا كان شي شونتي فشي بلاصة وانا ما عرفتش فين كاين صيفطوا لينا. غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون عندنا ثاني ايام ديال الايام ديال السنه الميلاديه. بروغرام غنحط لكم البروغرام غادي نتراسيه لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. مازال ما عرفتش شكون اللي كاين شنو كاين في الرباط، حيت في الرباط شنو خلينا ليكيب ديال جي تي ار في الصخيرات، وخلينا ليكيب ديال اورولوجيستيك في المحيط ديال الجامع، وخلينا ليكيب ديال الهلاوي في تمارا، خلينا ليكيب ديال اورولوجيستيك في الهرهورة، خلينا ليكيب ديال ولا فيها الزميمر وليت كنسى بزاف ما عرفت كيفاش. المهم كاين شي حاجه كتبوها ليا، الرحله اللي درنا انطلقات في 20 في شهر 7 2023، وسالات في 20 في شهر 7 2023 في شهر 12. هاد المدة كلها كنا ديك الساعات درنا 100K في شهر 7، كانت عندنا 100K. اذا دابا باش يكون عندنا واحد الشريحه باش نوسعوا الشريحه، كادوك لي فواياج كنديرهم باش كنوسعوا الشريحه دي باش يكونوا عندنا مشتركين جدد في القناه. دابا عندنا حوالي 141 وشي حاجه بهاد اللايف معكم اليوم بلي بارطاج، غادي يكون غنكملوا 142 باش في الاخر ديال الشهر تكونوا سدينا ال 50، باش تبقى لينا 50 باش نديروا ال 200 في الشهر من رمضان، ومن ال 200 خص في الاخر ديال العام. المهم راه الاخبار في راسكم بلا ما نقول لكم لا ميثود، راكم نتوما عارفينها. تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، البارطاج وجيم وكومونتير، الله يحفظكم ليا. هذا هو السر ديال النجاح ديال القناه، هو المشاهده ديالكم في الفيديوهات. الرحله انطلقنا من مدينه الرباط وتلاقينا مع خلينا الهلاوي في الرباط، وخلينا الاورولوجيستيك في الرباط، وخلينا واحد المجموعه ديال الشركات في الرباط غنشوفو ما شنو داروا واحد. ومن الرباط مشينا للعرجات، تلاقينا حيت دابا باش تفهموا في الهلاوي، الهلاوي بوحدها بحال الجروب، كاين فيه واحد المجموعه ديال هما بحال قلت جي تي ار فاس، جي تي ار اكادير، جي تي ار، كل وحده وعندها لادمينستراسيون ديالها والاداره الكبيره كاينه في وزان، غير باش تفهموا. الهلاوي لقيناه في لوطوروج، من بعد مشينا العرجات، فتنا العرجات بحال غادي ندخلوا من اللي تبع العرجات شنو سميتها؟ كتبوا لي راه كتنسى ليا. كاين العرجات كاينه الاخرى اللي كتطلع باش كتدخل داك الدوار اللي فيه اشباع خاوي في حتى شي واحد. دخلت لينا داك النهار تخلعت، كندور غير انايا وموطور صافي وصحاب الشيافر، قالك لا راه ماشي تما كاينه، راه خصك تدخل داخل
ماشي مشكل سمحوا لينا الا المهم هذاك درت عند الجدارميه تما كاينه وطلعت قنيطره. قنيطره شفنا دوك لي طرافو ديال قنيطره. من قنيطره مشينا للمهديه جلسنا فيها 7 ايام تبحرنا ارتاحينا صورنا لكم المهديه صافي. من المهديه درنا العريش درنا السهول دخلنا لهذوك البلايص ديال الغرب كامل وشفنا داك الخضره والبنان وداكشي ديال العلف. او عندهم فوراج بزاف كيخدموا العلف تما بزاف. طلعنا طلعت من تما كاينه العريش بتنا في هذيك الغابه اللي خول لينا الكلب لا باقيين تعقلوا الليل كامل وحنا نقلبوا على الصباط الصباح كامل وحنا نقلبوا على الصباط عاد لقينا ليه كاع غزو. من بعد العريش دخلنا لطنجه. طنجه كانت زوينه تلاقينا مع ليكيب ديال الطا طراف رحبوا بينا الله يجازيهم بخير. كانت تلاقينا مع ليكيب ديال دخلنا للتيران صورنا لكم من وسط التيران وكانت اول قناه اللي كتدخل التيران هي انا جيت صورنا لكم في طنجه. اللي مازال ما شافش الفيديو غتلقاوه في اول تعليق. ومن مشي الطائر مشينا عند الدراري ديال سومي كوتراد بتنا معاهم تاهما تهلاو فينا الله يجازيهم بخير شكرا لهم بزاف. من عند سومي كوتراد موقفنا حتى القصر الصغير طنجه جلسنا فيها شي 15 يوم 12 يوم وزياده في طنجه زوينه. من طنجه طلعنا للقصر الصغير جلسنا فيه شي 4 ايام ولا 5 ايام مع الدراري ديال كومبينسو وجينيرال روتير. واحد المرسى دخلوا في واحد المرسى كامله واحد الجبل واحد الجبل كله كلاو داكشي مجهد بزاف داكشي بروفيسيونيل بزاف بزاف. المهم راه صورنا لكم الفيديوهات. من بعد كنا غادي نمشيو للحسيمه كنا نديرو طنجة وندخلو الحسيمة ونمشيو نشوفو لكم التيران ديال الحسيمة حيت كان سالا صافي. قادينا المسائل ديالنا رجلنا ضبطنا الأمورات ديالنا خدينا الرخص ديالنا من طنجة باش نطلعو للحسيمة باش نرجل لكم الأمورات. بات الهلاوي سي عبد السلام مات الله يرحمه كان خصنا ندخلو باش نعزيو صافي. رجع من تما كاينة رجعت الوزان تلاقينا مع الجواكريه المهم درنا اللازم ديالنا. حنا في العدد ديالنا خصك ملي كيموت شي واحد خصك تحضر شخصيا تعزي ماشي التليفون. ومشينا عزينا برجلينا. من بعد ضرب الزنزال ضرب الزنزال في الحوز ضرب الزنزال في الحوز شدينا الطريق ديالنا للحوز وجلسنا في الحوز شهر. درنا مول يعقوب درنا ويرجيم درنا ثلاث يعقوب. المهم هذوك النواحي كاملين صورتها لكم بلي زيطاب ديالها كاملين وكان بالفضل ديالكم نتوما بالمشاهدات ديالكم الفيديوهات من الاول حتى الاخر والجيم والبارطاج دخلنا للطوندونس خامس مرة اللي كندخلوا للطوندونس ديال اليوتيوب. 5 مرات تندخلوا لليوتيوب للطوندونس. من بعد هبطنا لسوس ومن بعد سوس مشينا مع طريق ديال تيزني الداخله صافي. دخلنا لتيزني الداخله في الروتور رجعنا كان عندنا شي مسائل كان سالت لنا وثائق ديالنا شي مسائل ديالنا كان خصنا ضروري نرجع نضبطوهم. المهم ربطنا عاود رجعنا وتكولا لنا عاود الريح. ليسانس ما داروش لنا فيه الزيت وقع لنا مشكل في عاود الريح جبناه صلحناه قديناه رجلنا ضبطنا ليه الامورات ديالو عاود رجعنا ولكن رجعنا بالعروسه مع الصديق ديالنا كان غيحل لاشين ديالو. طلبني قال لي عافاك بتمشي معاك اخا يوسف راني بغيت نحل واحد لاشين. قلت ماشي مشكل خلص كان راس
الادس هو اللي غيخلصك واليوتيوب والله يخلصك زين صافي. طلعت لي لاشين ديالو خدمت لي مزيان فعلها خدها جمع لي زابوني شكرا لكاع الناس اللي تابوناو صافي. من بعد ضربنا عاوتاني التور ديال الحوز ما مشيناش على دزنا على امزميز دوك النواحي كارثه كارثه. ومن بعد هبطنا عاوتاني لاكادير. اكادير كان داكشي رائع الخدمه لا كادونس طلعات تحيه للناس ديال اكادير فاجئوني مزيان لا كادونس طلعات عندهم. ومن بعد هبطنا للشويه هبطنا للقلميم ودزنا تفراوت ورجعنا وكانت هذه هي التور. كنا غادي نهبطوا للصحراء لكن ما كتبش الله خصنا رجعنا تحلوا واحد المجموعه ديال الاوراش هنايا في مدينه الرباط. غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم نهار الاثنين هذا الاسبوع غادي نحاولوا باش نقادوا الامور ديالنا لا سيتوياسيون جيريديك ديالنا نرجلوها لان كتعرفوني انا كنبغي نخدم قانونيا. وان شاء الله الرحمن الرحيم تكون الانطلاقه غير هي وحاجه واحده. اي حاجه بغيتوها كتبوا لي في الكومونتير واي حاجه بغيتوها كتصيفطوا لي في الواتساب 06 67 99 62 66. هادشي اللي كان لايف ما عندنا ما نديرو لكم الروشور ضعيف ديال اورانج خليكم معنا. شكرا لكم بزاف.